أنا أعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية كباحث مهتم بحقوق الإنسان عموماً وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. عملي يشمل عدة أمور، من أهمها طبعاً مراجعة القوانين المتعلقة بحقوق هذه الفئة، ومراجعة أيضاً يعني القوانين الاتحادية والمحلية، وأيضاً العمل على إعداد مشاريع لمواءمتها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان اللي صادقت عليها الدولة. عشت طفولة جداً عادية، لم أشعر بأثر إعاقتي علي على الإطلاق، والحقيقة أسرتي كانت دائماً تشجعني على التعليم. أمضيت يمكن أكثر من 20 سنة من حياتي للدراسة خارج الدولة، وأهمها طبعاً اليوم اللي حصلت فيه على شهادة الدكتوراه. هذا كان أهم حقيقة يوم في حياتي، لأنه فعلاً كان بالنسبة لي إنجاز حقيقة أعتز بتحقيقه. أستمتع بتدريس بناتي اللغة الإنجليزية، خصوصاً الجرامر. طبعاً دائماً يعني تأتيني البنت وتقرأ علي مثلاً الجمل وأنا أصور. Kids are over, over like to help these. لا، في full stop بعد to help. بعد full stop وقف. من الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أكرمني فيها أني أنا بدأت بحفظ القرآن في سن مبكرة جدا. والدتي يعني جابت لي شيخ علم كان حريص على أني حفظ القرآن، وحرصي هذا الحقيقة استمر إلى اليوم. كل سنة أنا أحرص على إمامة المصلين في شهر رمضان، خصوصا في صلاة التراويح والقيام، وهذا الأمر الحمد لله رب العالمين لازلت مداوم عليه ومستمر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من الشخصيات المحببة يعني إلى قلبي دكتور طه حسين، وهو قدوتي في الحياة نتيجة أنه هو تغلب على كل الظروف اللي واجهته ووصل إلى ما وصل إليه. من الشخصيات اللي أحبها أيضا ستيف جوبز، لأنه فكر في أنه يصمم منتجات أبل كي تتناسب مع احتياجات كل فئات المجتمع. كنت من أوائل الناس اللي وقفوا أمام الأبل ستور في لندن لكي أضع يدي على أول جهاز آيباد طلع. طبعاً زمان كنا نعتمد على الراديو كثير، لأنه هو الجهاز الوحيد اللي ممكن أستفيد منه وأحصل عن طريقه على المعلومة. كان أيضاً يعني في مصدر آخر عندنا اللي هو الكتاب المطوع بطريقة بريل. الآن أصبحنا نتلقى المعلومات عبر الإنترنت. أيضاً من أهم المصادر يعني المعرفية الكتب الإلكترونية. عندي قارئ يأتيني وأعطيه MP3 بلاير وريكوردر، ويأخذ MP3 ريكوردر ويأخذ الكتاب ويسجل الكتاب. وأنا بدأت يمكن حوالي من سنتين ونص مشروع حقيقة لتسجيل الكتب العربية. إلى الآن الحمد لله يعني استطعت أني أنجز حوالي تقريبا 30 كتاب باللغة العربية. أيضا بالنسبة لتقنية الجي بي أس، يعني هي تقنية مهمة بالنسبة لي لأنها تعيني على الانتقال، على الحركة في السيارة، على معرفة الشوارع اللي أمر عليها، معرفة المحلات اللي أبغي أروح لها. أحب يعني القراءة، وتسليني كثير صراحة، وخاصة يوم أسافر لوحدي، يعني مثل ما يقولون خير صاحب دي الكتاب. يعني في كل أوقات السفر أقرأ بمعدل حوالي 7 كتب في الشهر. تقنية يعني شيء ضروري جدا، ما أقدر أستغني عن التقنية إطلاقا في بيئة الشغل. لكن بالنسبة للكفيف، التكنولوجيا جدا يعني مهمة، على اعتبار أنه تعطي القدرة على التواصل مع الآخرين، على التعلم وعلى القراءة، وأيضا يعني تعطي القدرة على أن يكون إنسان منتج في بيئة العمل. أنا محظوظ جدا ببيئة عمل يعني صديقة جدا، يعني كل الزملاء في العمل تربطني فيهم علاقة كويسة جدا، أجد منهم الدعم الدائم والمساعدة الدائمة. بصراحة يعني بيئة جدا مثالية. أنا دائما عندي شعور بأنه نتيجة التسهيلات الموجودة اليوم ما عاد في عذر عندي إطلاقا. أنا لست معذورا في أني أنا ما أؤدي دوري في الحياة. لابد أني أؤدي دوري في الحياة على أتم وجه. ليش؟ لأنه الحقيقة التقنيات والظروف كلها الآن أصبحت تساعدني على ذلك. هو طبعا حلمي حقيقة كان يعني أني أصبح طيار، هو هذا حلم راودني منذ الصغر. يعني يوم كنت صغير كنت أحب كثير يعني الطيران، وأستمتع كثير يوم يركبوني على الطيارة. أنا أحمد عبد الله حميد العمران الشامسي، أعمل كباحث قانوني بوزارة الشؤون الاجتماعية.